السلام عليكم البنات، نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليومكم جيتكم غير بواحد لي فيديو، درت لي زاشا ملي خرجت اليوم. كيما قلت لكم اليوم كنت مشيت للمارشي وتقديت شي حاجه من المارشي، ومورها قلت للزوج ديالي غندور واحد الدويره واحد المغازه كنديرها هكا حتى بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا. ربما فهاد اوشون كاين واحد المغازه سميتها اوشون، هنايا كدير دي برودوي رخاصين، دير واحد الغيون غير بالنسبه لي برودوي الرخاص اللي كاينين عندهم هنايا، يعني ما واصلينش حتى 10 دراهم، ما واصلينش. ايوا قلت علاش لا ما نبارطاجيش معاكم، نوري لكم ربما البنات كاين كيدخل من كاين اللي في المغرب، كاين اللي هنايا، ربما تصادف هذا الفيديو شي وحده اللي ساكنه على برا وتشوف اللي عندهم هاد لي ماغازا هادو ويقدروا يشوفوا. خديت شي حويجات هكا، يعني الصغير اللي كيبان ليا قدامي كيجيبو جابوهم، جابو لهاد المسائل جابوهم سي دي برودوي اسبانيول، ديال اسبانيول. شريت هاد الباطا ديال الطون كان بشي 45 سنتيم، يعني ولا ما وصلش 140 ولا 150 بحال هكا، سميتها برينوسا. خديت هادي بالطوب ديال ماتيشا، خديت هاد لي سيبوليت حتى هي شي 45 سنتيم حتى هي. يعني البنات بحال هذا والله ما كنلقاو في هاد المعنى حدايا المكازا هنا ليدل، ولكن ما كتجيبش بحال هاد بحال هكا، ما كتجيبش هاد لي برودوي هكا بحال هكا، وما وصلش 10 دراهم. حقيت قال حاجه مزيانه، خديت من عندهم الملحه، لقيت الملحه كنت غنشريها في لوكلير، البنات اللي عارفين هنايا لوكلير اوسي الملحه، ولكن لقيتهم عندهم هادي شي 60 ريال، يعني 60 60 هكاك سميتو سنتيم، نو ماشي 60 سنتيم، 30 سنتيم 60 ريال بحال هكا. سي دو طاب هادو يمكن سبنيون بروفونس، كاين سبنيون وكاين بروفونس. شريت هادو، خديت واحد لي بيسكوي كيعجبوني، هاد لي بيسكوي هادو دايرين شي 10 دراهم، لي بوتر فيهم القمح وفيهم السيزام، زوينين هادو، يعني الناس اللي كيبغيو يديروا ريجيم شي ريجيم ماشي ريجيم ما حلوينش، ولكن فيهم بحال دايرين شي 80 سنتيم تما، ما وصلش 10 دراهم. شنو خديت اخر؟ خديت هاد البويون ماجي ديال ليغوم ناقص من الملحه، قلبت عند باش نقلب عند العرب واش كاين بحال هذا ديال، يعني ماشي العرب، عند هي عند المغازان ديال العرب ما لقيتوش عندهم غير كنور ما ديال الدجاج ديال الحوت ديال سميتو، ما عندهمش هذا ماجي ديال ليغوم ما كاينش. ايوا هذا خديته في الغيون ديال سميتو ديال عندهم في اوشون حتى هو. قلت لكم خديت هذا البويون ديال سميتو ديال ليغوم ديال الخضره، كيجي زوين كينسم، وناقص من فيه 25% ناقص من ديال هذا السيل، قلبت فيه ما عنيش، يعني ما فيه لا جيلاتين لا والو، ما فيه غير الخضره ما فيه حتى حاجه، كنقرا ونشوف باش لان كنخاف هذا ماشي في الغيون ديال حلال، يعني غيون عادي. خديت الشوكولا، لقيت الشوكولا دايره شي 45 يمكن 45 سنتيم شي حاجه بحال هكا، ما غالياش قليل اللي كتلقاها حتى هي، يعني عند جد هاد البلاصه هاد الغيون اللي كاين البنات في اوشون اللي ساكنين على برا وعارفين اوشون فين كاين، اللي عندهم اوشون كاين واحد الغيون فيه غير تقريبا واحد دايرين فيه واحد التيكيات، وديك التيكيات حمرين، يعني دايرين التيكيات حمرين. وسولت السيد قلت له انا اول مره كنمشي له هاد البلاصه، ديك البلاصه اول مره كنمشي لها، وسولت السيد قلت له واش هاد الغيون كيبقى ديما، قال لي وي دي توجور لا. ايوا قلت راجي غادي نبدا نمشي لعندو، قلت له حدايا ليدل هنا ولكن ما بقاش نمشي ليدل، قلت له غادي نبدا نمشي للاوشون وفي داك الغيون اللي كاين تما غنبدا ناخذ منه. خديت هاد الباكي ديال الشوكولات كنوريكم اللي واخده، خديت هاد ابريكو لي ابريكو بسميتو بل اون كونسيرب، باغي ندير واحد الكاطو ديسير غادي نوري لكم، كيجي زوين البنات، غندير واحد الكاطو هكا وغادي ندير لكم فيديو. خديتو بشي 10 دراهم، 10 دراهم وشي 24، كاين خدمة عندنا أنا قطع بالصوت. خديت هاد لو بوغ دو كاكاويت، هادي زبدة الكاكاو، خديت هادي زبدة الكاكاو زوينة، كناخدها تناخدها مرة كتسمعو صداع، كاين الجيران فوق مني اللي كيديرو لي طرابو، كنحاول نقطع مرة باش ما يسمعش الصداع. خديت هاد زبدة الكاكاو كنتغطيني بها دو طون زون طون، واخا الحق هادشي ما خصنيش ناكلو الدهنيات تاتاتا، من غالب الله موت وحده اللي كاينه، مرض وحده الانسان غيموت مره وحده ما يموتش بجوج مرات، كما قلت لكم كنديرها مره ماشي ديما كاع، يعني كناكلها ولكن مره زوجي كتعجبو، من نهار اللي شريتها وهذا
وعجباتو، زوينة ديرو بيها حتى سميتو، دار بيها حتى البريوات، هي قليلة. قلت له هاد المرة غنشري كاوكاو، قلت له غنشري كاوكاو وغنطحنو الكلوبتيك ديال ان دو تخوا، وغادير لك بحال هكا، يعني كيولي بحال هكا ملي كطحن كاوكاو. وزيدي معاها غير شوية ديال الزيت الا بغيتي، زيت هاديك بلدية، ولا عندك زيت الكان تزيدها معاها، غيجي زواون، غيجي بحال املو. بالكوكش يعني مرة مرة ندير بالكوكش، يعني بشي 10 دراهم، فيها 500 غرام، 10 دراهم. يعني كان شي مسائل خاصاني هي اللي خديت الحليب. بالنسبة للزوج ديالي بغا يدير واحد كاطو، غيدير لكم واحد كاطو زوين وسهل، غيدير لكم واحد كاطو زوين وسهل. خديت هادو، ايوا. وشنو اخر خديت لي كابخ، كيعجبوني بعد ما كيجيو من الصالاد، وبلا تاع حويجات هكا ماكلة كتجي فيك، كيجيو مال دي كابخ زوين. سميتو بعدا الكابخ بهذا، سميتو بالعربي مثالي بالفرونسي ديال اوشون، شتي لا مارك اوشون. هنا من عندهم كلشي رخيص، هاد الغيون هذا كلشي عندهم رخيص. خديت الشعريه هكا، حتى هي رقيقه تعجبني، مره مره كنديرها، كي راجلي ما كياكلهاش بزاف الشعريه هكا. انا اللي كتعجبني مطيشه ولا بالحليب، كتعجبني ناكل الشعريه هكا. حتى هي واصله ديك، حتى هي 10 دراهم هكا، 10 دراهم تقريبا. خديت النشا، تبارك الله، واحد شوف قداش الصاك ديال النشا مايزينا كيبيعوها هكا سميتو، وهنا لقيتها ب10 دراهم، كيلو تقريبا ب10 دراهم ديال النشا. شنو خديت اخر؟ خديت لنهز لي حدايا، خديت سنيده، خدا الزوج ديالي سنيده ديالو، تا هي دايره شي 140 يمكن ولا 150 هكا كيلو، 140 ريال. هادشي كلشي من المكازا اوشون البنات، البنات اللي على برا وعارفين المكازا اوشون. يعني بحقيقة كاين داك الغيون، سيرو ليه وشوفوه، دورو فيه الفرماج، فيه الفرماج رخيص، فيه الطون، فيه مطيشة، فيه دانون، دانون كيبيعوه بربعة الحبات، ماشي بحال لي مكازا اخرين كتشديهم وتبيع، وخصك تشري ضروري الحبات تشريها تكون سميتو، تكون هذا كله ما تقدريش تقطعيه كله هكاك، هذا لا، هذا تهزي بجوج ثلاثة أربعة اللي بغيتي. واحد الغيون فيه، أنا عمرني كنت بعد الله عمرني ما شفتو، أول مرة كنشوفو. قلت لي راجي واخا بعيد عليا شوية، قلت له منين بغي نتغدى نمشي نتغدى. بديت مرة من عند هذا، شريت هاد كانوا شوتي فيهم، كيجيو زوينين، تادو سلاط، كيجيو سلاط الأكترية سلاط، وحتى مع الحيمة كيجيو زوينين. هاد لاريكول الجلبان، لوبيا كحله، كاينه لوبيا حمراء وكاينه لوبيا كحله، دي لوبيا كحله تجي زوينه باللحم، حتى هي تجي زوينه باللحم. خليت كيلو دايره بشي 200 شي حاجه، 10 درهم شي حاجه، انا غير شي حاجه. ما صافي خديت بنات، انا تنوريكم يعني ماشي باش نقول لكم شنو تنشري ولا شنو شريت ولا هذا، انا كنوريكم غير باش نبارطاجي معاكم بعض المسائل، وبعد البنات ربما اللي يسكنوا هنايا يقدروا يعرفوا بان كاين دي مكازا اللي رخيص اللي خاصين. داكشي علاش كنبارطاجي معاكم، ماشي باش نقول لكم شنو شريت ولا ماشي شريت، ولا زعما ان هذا ندير زعما نبغي نقول نبان عليكم ولا هذا، لا حاشا، يعني كنشري غير باش نبارطاجي معاكم ونقول لكم يعني دي بون بلون اللي كيكونوا كاينين. بحال الناس اللي ساكنين هنا ربما كيعرفوا، شحال انا ما كنتش عارفه بان كاين هاد لي غايون هذا اللي فيه هاد المسائل ديال ناقص كلشي ب10 دراهم، ب140، 150، 160، كاينين حتى ب120، ما كنتش عارفه، ما نكذبوش على الله، اول مره نعرفه، اول مره نمشي ليه. مشيت هاد ديال الدرا يعني فارينه ديال الدرا، هي كتجي زوينه، كتجي سمي هذا حريره زوينه فنه، هادي ديال المايس تاي دايره يمكن شي مختبه ديال يمكن شي 400 يمكن، هادي ولا 100 ما كنتش عاقله، هادي شويه يمكن، هادي غادي شويه يمكن، هادو هو سميتو زايدين الثمن ديالهم، يمكن زايد الثمن، يمكن شي 200 وشي حاجه ولا 300 وشي حاجه، هادو يمكن ما كنتش عاقله. شنو اخر خديت؟ خدا الزوج ديالي وحده سميتو، وحده ياكلو هكا، بغا يدير لهم يصوم لي واحد الطبله،
كنت مشيت ديك المره كما قلت لكم البنات كان هنا عندهم واحد البلاصه كيقول لها لي زي ما يعني الناس كيجيبوا كيديو حوايجهم وكيشري مثلا ب 10 اورو ب 10 اورو باردون كتشري بواحد اورو 50 اورو وسميتو ايوا. وديك النهار مشيت وجاب لي واحد الطاجير درت فيها لي بلونط ديالي وخصو باش يوقفها لي ولقاها بدايه برومو كانت بدو رجعها ب 1 اورو جاب هادو شراهم. هو اللي كيدير البريكولاج شنو نقول عفوا. وخديت هاد لوبلي من عند الغيون ديال الترك ديال انوغو شي حاجه يعني الترك القمح حتى هو كيجي زويون القمح بحال هكا اكثريه بحال كما قلت لكم انا الخبز ما كنستعملوش بزاف كناكل الخبز بالنهار ولكن بحال في الغداء ومثلا في هكا بحال في العشاء وهذا سميتو ما كناكلش الغداء قليل كناكل الغداء كنقب هكا وصافي. مي العشاء كنديرها اما هكا الروز يا اما لي بات يا اما الروز لا يا اما لوبلي يا اما الروز يا اما لي بات بحال هكا يا اما البولغور حتى هو كناكلو الكينوا كنبدل يعني في عوض الخبز كندير هاد هادو عوض اللي كندير مثلا المرقه وهذا كناكل بهم بحال هكا ما كنغمش الا غمص عندي في الصباح اللي كناكل الخبز مزيان يعني ثلاثه طرونشات هكا يكونوا مزيانين يعني تبسميتو ابري لو بان الا بغيت ناخذو مع غير مع الفرماج يعني مورسو ديال الباوند فرماج. راجلي اللي علمني هاد الطبيعه ما كانش فيها نكتب عليه حتى انا كنت كنغمص ولكن هو اللي علمني ما نغمصش وبقيت لقيتها مزيانه واخا عندي الكرش شويه ولكن كنحاول بنادم ينقص. شنو اخر هنايا مازال خديت هاد المول ديال شارلوت لقيتهم الميكا زويون كيجي على هاد الشكل باردون على الصداع كيجي على هاد الشكل الميكا كنت باغيه ناخذو ديال هذا ساعه جاني غالي ديال هذا ديال 6 اورو ولا شحال ديال يجي على هاد الشكل هكا الميكا زويون بالنسبه لي شارلوت كيجي هكا عندو غطايه يعني ديريها وتغطيها هنا وعندو هنا هادي يعني باش اذا كان شي حاجه الهواء وبسميتو كتحيد وكديرها باش تبقى دايره هذا والا حيدتيها يعني تحيدي هادي تقدري تقلبيها هكا وتحيديها من هنايا يعني تحيديها كتقلبيها ولا شغلو ديالك تولي مزيانه داير شي 6 اورو 6 اورو بقى مازال كنشوف والو. شفت هاد لي بودوار ما كانوش غاليين في الحقيقه كانوا في الريون ديال اللي قلت لكم ديال هذا ديال هذا سميتو اللي يمشى 10 دراهم فيهم 30 حبه ديك النهار في ليدل شريتهم انا بشي 400 وشي حاجه ملي لقيتهم في هذا في هذا المكازا دي اوشون قلت علاش لا وخديتهم ودايرين بلوس دايرين بلي بودوار بلي زود فري باش دايرينهم خديتهم هذاك الشيء خديت هذا سميتو شارلوت لحقاش بغيت ندير واحد شارلوت كتجي زوينه كتجي بنينه خديت جوج مادام انني قلت كاينه في المكازا علاش ما تاخديش جوج وترتاحي خديت جوج بوغ لانستون دابا عرفت بان كاين داك الغيون غادي نبقى نمشيلو دابا ما درتش تهبل في الشلا ديالي خديت جوج منهم خديت هذا الثاني شنو اخر خديت ابخي لو بان دو مي خديت هذاك لي طرونش ديال سميتو يا ربي تبارك الله لي طرونش ديال البريوش. بغيت غير نقول البنات اللي هنا ساكنين على برا ولا كنتو كتشريو لي بريوش البنات اللي كيكونوا هنا كتشريو لي بريوش يعني ما درتوش اتونسيون ولا داك لو بان اولي ديروا اتونسيون لا كيكون فيه الكول كيكون فيها لوغوم يعني الشرب بداو تقراو لي زانغريديون البنات راه كيكون فيه داك الشيء بالله يعني واحد السيده كانت كنعرفها انا واحد السيده كانت كتاخذ ما كانش كتعرف بان فيه الكول هو فيه الكول حتى التالي قلنا راه فيه الكول صافي مابقاتش مزال كتاخذو كيكون فيهم الكول كاع لي كاع البريوش ديالهم وفيهم الكول كاع لي بيتي هادو ديالهم كتلقاو لي بيتي بان شوكولا مازال نو مي لي بريوش كلهم فيهم الكول. هادي ما فيهاش هاد لا مارك هادي رخيصه شي ما كملش 10 دراهم لا مارك شنو المارك بعد هادي اوشون لا مارك اوشون مارك هاد المارك ديالهم نيت هاهي لا مارك اوشون ديالهم مارك اوشون ما غالياش 10 دراهم خديت دابا عرفت بان كاينه غادي نقدر نجيبها. هادي بغا ندير بها واحد الحلوه زوينه حتى هي كتجي. ايوا شنو اخر خديت لو بان دو مي
لا بان كومبير ربي هذيك البان كومبير كلاسيك ديال اوشون تا هو 80 سنتيم تا هو 90 سنتيم ولا 90 بحال هكا ما وصلش 10 دراهم. يعني اللي بغا ياخد حاجه اقتصاديه كاين، يعني بغيت تاخدي حاجه اقتصاديه وسميتو كاين، لان خصو غير يقلب، لان بغا يقلب يلقى، الا قلبتي تلقاي. ايوا هادو هما كانوا هادو هما لي زاشا ديالي بالنسبه لي كورس اللي درت سميتو في المغازه. مشيت شريت هادو هما تقريبا لي زاشا ديالي، هما هادو اللي خديت في المغازه، هادشي اللي خديت دابا. يعني كلشي كنت محتاجه، كلشي كنت محتاجه خديتو. ايوا وقلت نتقاسم معاكم، كيعجبني نتقاسم معاكم هكا. والله الا كناخذ واحد البليزير، يعني البليزير كان ديما، يعني كنكون فرحانه ملي كان سميتو حيت كنحيط في امي هذا البليزير هذه، كنكون فرحانه ملي كنبغي نقدم هذا الشيء. داكشي قدمت لكم هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يا ربي تعجبكم الفيديو. الا عجبتكم ديروا بارطاجيو وديروا جيم وشاركوها مع الحباب ديالكم. انا كما قلت لكم ربما الناس اللي ساكنين هنا ربما تقدر تهمهم الفيديو، لان كما قلت لهم كاينين في بلايص في هاد اوشون بلايص اللي رخاصين ويقدروا يمشيو ليهم وياخذوا حويجات اللي ماشي غاليين بالحقيقه. كاع 10 دراهم ما وصلاش طون هكا ب 140 بحال راكي في المغرب، ولا 120 هذا اي كلشي اي حاجه هنا كلها اللي خدينا رخيصه، يعني كلشي رخيص. كنتمنى البنات تعجبكم لا فيديو كما قلت لكم، الا عجبتكم لا فيديو لا ديجي وبارطاجيوها مع الحباب ديالكم، باش وديروا نقروا الجرس باش يوصلكم مني كل جديد، وشجعوني باش تزيد القدام وتكبر شويه القناه ديالي ونتكبر بكم. كنتمنى لكم كل خير، وكنقول لكم نلقاكم على خير وحتى الفيديو القادم ان شاء الله. بنات نسيت نوريكم وخديت هاد البرماج هاد ريكوتا وي سي ريكوتا ميم با ديك لي غاين قلت لكم ديال اوشون، هو اللي قلت لكم كاين فيها سميتو انورو شي حاجه 10 درهم. وخديت هذا ديال لاي دي بن توما بالنسبه للزوج ديالي، حتى هو نفس الشيء ما وصلش 10 ديال الدراهم. يعني جد كما قلت لكم البنات اللي ساكنين هنايا في فرنسا وعندكم اوشون، سيروا داك الغيون لي ديال الغيون لي فيه فيه تيكيات حمرين، فيه واحد التيكيتات حمرين هكا. هاد سميتو يمكن جاي من اسبان، هادو ما خليني نكذب. شوف بودم داير هنايا اش كان منين جاي، كل اسبان ولا المان. هوماج اي فين زيرب ما بانليش فين، ما دايرينش هنايا فيغا ديليك سيبا ما عرفتش منين جاي. المهم البنات سيروا لديك البلاصه اللي يمكن اون بالا جاجو تاعك ما جا ما فيش، ما بانليش من جاي. مي دو فاصون مخير يعني لو بري ديالهم هذا غادي يكونوا مزيان، ما غادي يكون فيهم يعني غيكونوا زينين. سيروا داك الغيون ديال اللي قلت لكم، والله العظيم الا فيه حويجات مزيونين، فيه الفرماج على الشكال، الفرماج كله على الشكال بحال المازدان، بحال الكوغيير، بحال لي مونتال، هذاك الكونتي، يعني الفرماج بزاف. انا ملي مشيت مع هذا الزوج ديالي وصلت تما بقيت غير كنشوف، والله الا بقيت غير كنشوف تحلى امي. قلت له يا ما عمرني عرفت بان كاين هادو فعلا، فين كنت انا ساكنه ما كانش عندنا هاد الغيون هذا، ودابا ملي شفتو عجبني، يعني غنبقى نمشي تما. ايوا وداكشي اش قلت نقول لكم، حتى هذا سميتو نسيت ما وريتكمش قبيله لحقاش درتو في لو بري، مشيت جبتو عاد دابا وريتو لكم. سيروا البنات الاوشون وسيروا لذاك الغيون اللي كاين فيه تيكيتات حمرين، راه دايرينو بوحديتو فواحد البلاصه، يعني فواحد الجهه دايرينو في الكوت، يعني وشو الا مشيتو له كبير دوروه مزيان وقلبوا على هاد الغيون اللي فيه هذا. راه والله العظيم الا شنقول لكم كلشي مع 10 دراهم، قل مع 10 دراهم بحال الشكل ديال المغرب اللي شي في اسبانيا، يمكن هاد المسائل ديال اسبانيا، يمكن هذا ليطالي فابريكيون ايطالي لي ريكوتا، هيا ماركي هنايا فابريكيون ايطالي ايطاليان، يعني داكشي قال لي الزوج ديالي داكشي ديالو تما. سيرو ما ديش غادي يعجبكم الحال، والله غادي يعجبكم الحال.